حياكم الله. يكاد لا يمر أسبوع إلا ونسمع قصصا تتجاوز حدود المنطق، تتعدى مساحات الخيال. السبب المخدرات. نفرح كثيرا حين نسمع بضبط 5 ملايين حبة على الحدود. نرفع أكفنا إلى السماء وأفئدتنا تلهج بالدعاء لحماية جنودنا حراس الوطن. غير أن ما نشاهده في مجتمعاتنا بات أمرا مزعجا مقلقا يستوجب التدخل، والتدخل السريع. شباب وفتيات بعمر الزهور لا يدركون ما يفعلون. دعونا نتحدث بصراحة ونسأل من منا حين يسمع بهذا الكلام لا يخطر على باله شخص يعرفه أدمن على آفة المخدرات، قريب، صديق، جار وغير ذلك. وهنا نسأل ما دور الأسرة؟ متى يجب على ولي الأمر التدخل في حين أو في حال لاحظ أي تغيرات سلوكية على ابنه أو ابنته؟ ما الأعراض التي تظهر على المتعاطي؟ كيف يمكن لنا أن ننقذ من وقع في براثن هذا السم؟ هو ضحية، نعم هو ضحية، ليس جلادا. وجب علينا جميعا أن نساعده لننشله من وحل التعاطي إلى فضاءات الحياة. ملف المخدرات وتعاطيها اليوم على طاولة صوت المملكة. وقبل أن نبدأ نستعرض بعض الأرقام الصادرة عن إدارة مكافحة المخدرات. خلال الأشهر 5 الماضية فقط من العام الحالي تعاملت إدارة مكافحة المخدرات مع 10676 قضية مخدرات. تم ضبط ما يقرب من 16300 شخص في القضايا المسجلة بين التعاطي والترويج أو الإتجار بالمواد المخدرة. كما تم ضبط 13 مليون حبة كبتاغون خلال هذه الفترة، وقرابة أيضا 1849 كيلوغرام من الحشيش المخدر. أيضا ضبط 34 كيلوغراما من مادة الكريستال المخدر الموصوفة بالخطيرة جدا على متعاطيها. أبدأ النقاش الليلة مع ضيفي، وأبدأ باختصاص الطب النفسي ومعالجة الإدمان الدكتور عبد الله أبو دنون. أهلا بك دكتور عبد الله. أهلا وسهلا بكم. وأهلا برئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات موسى الطريفي. أهلا بك أستاذ موسى. أهلا وسهلا. صوت المملكة بدأ. أهلا بكم، مساء الخير. أهلا بكم من جديد. اسمحوا لي أن أجدد ترحابي ضيفي مع حفظ الألقاب. أهلا بك أستاذ موسى وأهلا بك دكتور عبد الله. وحلقة اليوم ربما هي أكيد ليس ربما، إحنا اليوم بدنا نتحدث عن المخدرات. اليوم منتشرة بالأردن بشكل واضح. إذا بدي أبدأ معك وأسألك السؤال، اليوم كيف تشخص حال المخدرات في الأردن أستاذ موسى؟ حال المخدرات بالأردن يعني هو يشابه للعديد من الدول المشابهة لنا بالظروف، إلا أنه في خصوصية للأردن بتزيد من نسب القضايا بسبب قربنا من الحدود اللي فيها فوضى في الجنوب السوري. وهذا طبعا بيؤدينا لعدة أسباب. أولا، هل هذه العصابات اللي بتحاول تهرب المخدرات للأردن هل هي تبحث عن مال وفير؟ يعني هل التجارة هدفها جني المال؟ وهذا السؤال جدا مهم وحساس جدا، لأنه في هناك أهداف سياسية، في هناك أهداف لنقل الفوضى عبر الحدود من إلى أراضي المملكة الأردنية الهاجمية. فبالتالي من الضروري يعني النظرة لموضوع المخدرات من الضروري أنها تكون شمولية حتى أعرف أوصف لك إياها. الآن لما أنا بدأت أتحدث عن حجم المشكلة، حجم المشكلة في خلال من بداية الألفية من عام 2000 لغاية الآن تضاعف أكثر من 15 مرة. يعني الأرقام اللي ذكرتها حضرتك في 5 شهور في 2024. صحيح. طيب لو بدنا نيجي نقارن بين 2000 وبين 2024، الآن في عندي 15 ضعف من قضايا المخدرات. أنا أتحدث عن بيانات إدارة مكافحة المخدرات ومديرية الأمن العام. لما بدي أتحدث عن هذا الموضوع حتى تكون الصورة واضحة، أنا عندي بالأربع سنوات الأخيرة
عشان ما نبعد، أربع سنوات في آخر أربع سنوات من عام 2020 لغاية اللحظة هذه في عندي 125 ألف قضية. 125 ألف قضية ماشي، تم اتهام فيها 110 ألف شخص. 110 ثبتت عليهم القضايا، ودانوا 110 ألف من 125 متهم، يعني 15 ألف واحد اللي كانوا بريئين. تمام، بنسبة 92%، يعني في عندي فقط 8% هم اللي بيطلعوا كويس بقضوا البراءة، لكن عندي 92%. تخيل معي هذا الرقم حتى أفهمه، هذا يعني بمعدل 75 قضية تم إدانته، 75 شخص كل يوم على مدار أربع سنوات. 75 قضية يوميا لك أن تتخيل بالمخدرات، سواء تعاطي أو إتجار أو ترويج أو ترويج. ماشي. نعم. كويس، يعني هذا بيعطيني مؤشر اولا انه في جهود للقضاء الامن الدولي، القضاء صحيح. العسكري، لما انا بتحدث عن هذا الكم الهائل يوميا اللي بينظروه، وتخيل معي كم جلسه صحيح. لكل شخص فيهم، فبالتالي يعني هذا بيعطيني مدلول على انه في جهود تبذل صحيح، لكن في المقابل بيعطيني مؤشر انه في عندي زياده مضطرده، في انتشار. ما هو انا حتى اوصل لكلمه انتشار بدي احلل البيانات اللي أمامي الآن. حلو. الآن البيانات الموجودة أمامي هي فقط قيود، فقط قضايا، لكن أنا وأنت نتفق بأن هناك العديد من المتعاطين موجودين في مجتمعنا لم يتم ضبطهم في قضايا صحيح. وما زالوا موجودين بين أفراد مجتمعنا صحيح. فبالتالي لو أنا بدي أحكي أكون متفائل بدي أضرب هذه الأرقام باثنين، هذا ماشي. بالحد الأدنى طيب، لما بدي أضربها باثنين يعني في عندي يوميا في 75 في 2 في عندي 150 حالة يوميا ماشي. بشخص منفصل مش مكرر، هذا بخليني أقول نعم هناك انتشار وهناك تزايد. نعم. وما نكتحت في هذا الحديث استنادا إلى التقرير الإحصائي الجنائي الصادر عن مديرية الأمن العام لعام 2023، نعم، بلغ عدد الجرائم المخدرات المرتكبة لعام 2023 نحو 23,000 جريمة صحيح، بزيادة مقدارها 25% عن عام 2022 صحيح. الذي سبقه كانت 18,300. تورط في هذه الجرائم 35,000 شخص، هاي ب 2023 ضبط منهم قرابة 13,000 شخص، فيما بلغ عدد الجرائم المرتبطة بالإتجار نحو 7,300 لعام 23 مقارنة ب 22 كانوا 5,300، الضعف تقريبا صحيح. أما جرائم الحيازة وتعاطي المواد المخدرة فبلغت 15,600 جريمة مقارنة بنحو 1,300 عام 2022. التقرير أشار إلى أنه في كل 22 دقيقة حدثت جريمة مخدرات عام 2023 صحيح، مقارنة ب 28 جريمة عام 2022. طبعا هذه أرقام بتخوف طبعا، والأرقام صادرة من الأمن العام، يعني الأرقام رسمية والأرقام الرسمية بتتحدث بهذه الأرقام. إذن هناك انتشار، أسباب سياسية، أسباب اقتصادية، أسباب اجتماعية، ربما هناك أسباب كثيرة صحيح. لكن بما أنه منتشر بدي أروح على الدكتور، أول شيء أقول له مساء الخير يا دكتور. طيب الدكتور الأستاذ بيقول لي أنه 75 قضية يوميا بالمخدرات ماشي، يعني الأمن العام بيمسك 75 واحد باليوم، نعم، وبقول لك اللي مش عارفينهم اضربهم باثنين 150 واحد صحيح ماشي جديد. المفروض انك تلاقي لك باليوم 300 قضية، نعم كويس. طبعا بدي اسألك سؤال اليوم، انا كيف بدي اعرف انه ابني اخوي صاحبي جاري متعاطي؟ يعني اليوم كيف بدك تساعد الاهالي الاصدقاء الناس انه يعرف الشخص المقابله هذا متعاطي؟ مش عشان يروح ينسجن، ها احنا ما بدنا يسجنوه، احنا بدنا يعالجوه حتى يتعالج من هذا الادمان، هذا الغايه وهذا الهدف. تفضل. الان بدايه يعني احنا ان الادمان يجب ان نعرف مصطلح الادمان. عرف السيدي. ما هو طبيا تعريف مصطلح الادمان؟ مصطلح الادمان هو ان يصبح الشخص معتادا على شيء معين، سواء كان عادة، سواء كان سلوك، سواء كان حبوب، سواء كان مشروب، لا يستطيع إتمام عمله اليومي ولا مسارات حياته إلا بوجود هذا الإنسان. قد يدمن الإنسان على وجود شخص،
قد يدمن الإنسان على شرب موضوع معين أو مادة معينة، قد يدمن الإنسان على دخان، على عادة معينة. إذن نستنتج من ذلك أن الإدمان اصطلاحا هو موجود في حياتنا، كل إنسان عنده شيء يدمن عليه، ماشي. ولكن متى يصبح الإنسان هذا ضعيف أمام هذا الإدمان؟ متى يتغلغل الإدمان حتى يصل إلى مناطق زي ما نحكي إحنا يعني تقص هذا الرجل إلى نصفين، بحيث أنه يعني هو اللي بيتحكم فيك مش أنت بتتحكم فيك، يعني بس بطل الشخص. يعني هلأ كلنا إحنا عادي والله أنا لازم الصبح أشرب قهوة، هل هذا يا دكتور إدمان؟ طب أنا هيك يعني أعد مدمن؟ هذه كثير من الأسئلة، إضافة إلى الأسئلة اللي حضرتك طرحتها، أنا كيف بدي أميز؟ الآن في أشياء عامة إحنا بنحكيها للناس، وفي أشياء تخص الأطباء في التشخيص. في عندنا كرايتيريا، مقاييس ومعايير طبية نستند عليها لتشخيص الإدمان. يعني واحد إجا ماخذ حبة كريستال، أو مثلا ماخذ سيجارة، أو والله ماخذ حبة كبتاجون، هذا هل أسميه أنا متعاطي؟ هناك معايير طبية سوف نأتي ونذكرها كويس. بالفعل قبل ما تروح لي على موضوع الإدمان وتعطيني أعراض المدمن، نعم اعطيني كيف بدي أعرف المتعاطي. ممتاز. الآن كيف أنت متعاطي مش مدمن؟ نعم أتفضل. كيف أنت كأخ أو كأب أو كصديق تستطيع أن تميز الشخص الذي سلك منحى المخدرات؟ يتعاطى دكتور على بساطة يعني أحمد يعني إحنا ما هو لأنه تم تغيير، إحنا مضطر أنا أتقيد في المصطلحات الطبية. أنا معك دكتور بس إحنا بس أنا أحترم هذا الموضوع. نعم. بس هذا الحديث مش موجه للأطباء. نعم. هذا الحديث موجه للعموم. نعم. للناس كلها. نعم. فكل ما كان مبسط وبشكل مفهوم حتى لو بالعامية ترى الناس تفضل أيضا. تفضل. تمام. الآن الإنسان الذي يتعاطى طريق التعاطي كويس، هذا الإنسان أول شيء يبدأ عليه بتغير في سلوكه داخل العائلة، حتى يصبح الإنسان عنده عصبية غير مبررة. يعني كان الزلمة هادي أخلاقه دمثة، طيب الآن صار عصبي، صار يضرب، صار يكسر، صار سهل الاستثارة، بتصير الزوجة تشكي أو الأخت أو الأم. موضوع بسيط يعني صار عمل منه قصة وكسر وضرب وعمل وطلع برا البيت. هذا أول شغلة. ثاني شغلة، الآن يبدأ الشخص بالانعزال سواء خارج المنزل أو داخل المنزل، بصير يتجه إلى الانطواء لوحده، بقعد بالغرفة لساعات طويلة أو بخرج خارج البيت لساعات طويلة وبروح. وأنا هنا مننبه عشان الأبهات اللي دائما بيشكوا عن الشباب والبنات اللي بخرجوا في الليل بتأخروا، إنك بدك تضلك حاط بالك وداير بالك. ثلاثة، بصير قد ينتج عليه بعض الأفكار الغريبة. يعني ممكن التعاطي يؤدي إلى أفكار نحن نطلق عليها مصطلح أفكار ذهانية. هذه الأفكار الذهنية بصبح الإنسان شكاك، بصير يشك بكل تفصيل موجود في البيت. هذه المزهرية تغير مكانها، البوت هذا مكانش محطوط هون، هاي ليش انغسلت، هذا ليش إجا عنا، بصير الإنسان شكاك، مين رن عليك أو مين رن عليك. فهذه من أهم الأشياء اللي يجب أن ينظر إليها الأهل. رابعا، هي قضاء جزء كبير من الوقت وقضاء جزء كبير من التفكير وقضاء جزء كبير من أو استهلاك من المال، الوقت المال والتفكير في حيازة هذه المواد. فبالتالي راح ينتبه الناس اللي حواليه أنه هذا الشخص راح يصير يستهلك مصاري أكثر. كان مصروفه في الشهر 100 دينار 50 دينار، الآن بدأ 130 بعدين صار 150. هذه طب وين راحت هذه المصاري؟ بصير هنا في تساؤلات عند الأهل. الآن ثاني إشي بتلاقي كان يطلع مثلا مشاويره معروف ساعة ساعتين، هلا صار يطلع يطول مثلا يجي الساعة 12 بالليل واحدة بالليل، لأنه ممكن مثلا يوصل مناطق بعيدة حتى أنه يحصل على هذه الشغلات، أو يضطر يقعد في جلسات أو احتفالات تحتوي على هذه المواد المخدرة. الآن رابع شغلة وهي من أهم الشغلات، دخول أشخاص غريبين على حياته. نعم. الآن هون بصيروا الأهالي يشكوا، والله هذا جاب معاه شخص جديد، أو هي جابت صديق جديد أو صديقة جديدة. هذه برضو هنا من التساؤلات اللي بلشوا ينتبهوا عليها الأهل. ومن الأشياء المهمة برضو اضطراب العلامات الحيوية عنده مثل الأكل والنوم. بتصير تحكي الوالدة والله أنا بنتي أو ابني بلاحظ عليه يا بنام كثير، دائما طول وقته نائم، ما كان هيك، كان نشيط كان كذا. أو العكس، والله يا دكتور بطل ينام، صرنا نصحى الساعة 4 نلاقي صاحي، على 5 صاحي، على 6 صاحي، ما بينام. الأكل قوم كل يا فلان شبعان، ما في شهية للأكل. فاضطراب هذه العلامات الحيوية برضو يحدث، إضافة لأنه بعد فترة من التعاطي يصبح هناك شيء إحنا بنسميه الكرايسيس، اللي هي الهجمة، هجمة الاشتياق.
بيجي المريض تكريزة. تكريزة اللغة العامية بسموها تكريزة. نعم. فبصبح الإنسان عنيف جدا لا يميز بين الضار والنافع، واللي قدامه رايح يعني ممكن يوقف أبوه يضربه، ممكن توقف أمه بتضربها، ممكن رجال الأمن يتعدى عليهم، ما في عنده أي احترام لأي سلطة في سبيل أنه يأخذ المال أو يأخذ الجرعة الموصوفة له. هذا المتعاطي. نعم. يا حبيبي. نعم. كويس. يعني أنت تحدثت لنا بنقاط للأمانة، نقاط وأخذت وقت وأنا مبسوط لأنه خلي الناس كلها تعرف شيء ثاني، بس بدي أسألك سؤال ثاني. نعم. طب أنا كيف بدي أعرف حالي أني متعاطي ولا مش متعاطي؟ أقول لك كيف. ونحكي بالمشرمحي. ماشي؟ بتروح على قرية، بتمشي بشارع القرية الرئيسي هذا من هون لا يعني 1000 متر، كويس؟ وانه فيها 14 واحد ببيع قهوة، يام كل هالناس راسها مايلة باقي القرية، كلها بدها قهوة. طيب انا بصير مدمن بقول لك انا ما بجيب قهوة غير عند فلان او فلان او فلان. صحيح. طب كيف بدي اعرف انا اني متعاطي او غير متعاطي بطريقة غير مباشرة؟ يعني اذا انت كنت سؤالك يقصد إذا أنا والله بروح بشرب قهوة من عند شخص وضع لي فيها مخدرات، شكرا، كيف أنا بدي أعرف أو أميز؟ أيوة. الآن تبدأ تظهر عليك علامات أنت لا تستطيع تفسيرها بتاتا. مثل مثلا أنت رحت شربت قهوة، بالعادة بتشرب القهوة بس بالليل بتنام، أنت شربت القهوة بس أصبح جسمك ينبع بالطاقة، يعني أنا مش بحاجة نوم، ممكن أنام ربع ساعة نص ساعة أو أظلني 3 أيام مواصل حتى أنا ومبسوط وسعيد. بعد هذه 3 أيام مثلا يظهر عندي ايش؟ نوم، بنام كمان 3 ايام وهذا غير اعتيادي. او مثلا يبدا يظهر علي علامات قلق شديد مثل خوف او شكوك، مثلا مرقت سياره من قدام بيتي بصير احس انه هذه مثلا المخابرات، او بصير احس انه هذا فلان اللي مره تهاوشت انا وياه بصف اول. فبصير تبدا على بالك افكار انت لحالك كرجل شخص متعلم او عاقل تشعر أنه في شيء خطأ، يجب أن ألجأ إلى الطبيب أو إلى جهة معنية حتى أفهم أنا ليش هيك صار معي. الله يعطيك العافية يا دكتور. بس أنا بحب هذا الحديث، يعني تفضل نوه. أنت نوه اليوم قد ما بدك أحكي. بحب أنوه كلمة انتشار، أنا بحب أغيرها لتفشي للأسف. أوف. نحن أصبحنا في الأردن يوجد عندنا تفشي في حالة المخدرات. أنا خلال عملي في وزارة الصحة أنت موظف وزارة الصحة؟ واجهت عدة عيادات، عدة مراحل لا يمكن وصف العدد الذي يأتي، سواء كان من 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 بالسجون داخل السجون أو خارج السجون، شيء مؤلم ومؤسف. دكتور الناس بيجوا لحالهم بيفحصوا؟ لا، هو مش بيفحص، هو بيجي بده يأخذ مهدئات مني أنا كطبيب. هذا جزء. الآن في ناس إحنا جتنا بعض الحالات امرأة تأتي بتقول لي هذا الشريط شو يا دكتور، نمسكه ونقول هذه مادة مخدرة يا ستي، أنا بتقول هذا تم إعطاءه لابني بالمدرسة، إضافة لأنه شفنا إحنا منحب مين أعطاها مين أعطاه لابنه أكيد بتاجر. نعم نعم، إذا وصلت للأطفال. إحنا سمعنا برضو من رجال، وأكيد الدكتور الطرافي بيعرف إنه وصل الموضوع إنهم يعطوا الأطفال يتاجروا، لأنه الرجل الأمن ما راح توصل في الفراسة إنه يشك في طفل. صحيح. وأعدادهم موجود الأعداد. نعم. صحيح بالأعداد. فالآن إحنا مننبه هنا للأهالي، أنا هذه كلمتي بوجهها للأهالي. تفضل. الآن أنت بدك تكون حذر، بدك تصير صديق لابنك، ما تبعد عنه، دير بالك كل أصدقائك، كل أصدقائه بدك تعرفهم، ما تخليه لا يروح ولا يجي بأماكن أنت لا تعلم عنها. دائما القوانين اللي احنا تعلمنا عليها، هذا الاسم اللي دخل علينا باسم الحضارة والحرية، هذا بدك تنساه. في عادات، في تقاليد، في علم، في دين بدك تلتزم فيهم مشان تحمي عائلتك، لأنه احنا وصل فينا الحال المتعاطي يقتل أمه، المتعاطي اللي يختصب أخته، لا صحيح، المتعاطي يسرق أهله، يسرق دار جيرانه. والله العظيم في بعض الأيام إنه إجا شيخ كبير، هذا لن أنساه، تفضل، يبكي أمامي يقول لي أنا بطلت أعرف أربي بنتي، لأنه لما أجي بدي أربيها تظهر منظمات حقوق الإنسان، ما بصير تعمل هيك، ودير بالك وسوي ولازم نتعامل هيك. بيقول لي بالآخر أنا طب شو أعمل، أنا خلص بنتي دخلت في هذا الطريق، طب أنا كيف أتصرف؟ طيب كويس. أنا بدي أسألك أستاذ موسى. تفضل. حديثه شيق أكيد. الله مرتب.
الأطفال عليهم خطر اليوم غير أنهم بيساعدوا بعض التجار في تسويق بضاعتهم؟ الخطر على الأطفال هو خطر في أطفال بتعاطوا؟ لا خليك معي هلا. هاي مهمة لأنه عندنا مدارس أنواي الأطفال هذا حساس. كلها بمدارس صحيح، فخلينا نعطي المعلومة الدقيقة أولا فضل. حتى نكون دقيقين في الموضوع، الخطر على الأطفال في كل المجالات، الطفل كويس. لأنه شخص غير واعي وبريء، وعيه غير مكتمل، عنده من البراءة من الكم اللي يكفي لكثير من الأشخاص ذوي الأنفس الضعيفة إنهم يستغلوهم. الآن موضوع استغلالهم والتغرير فيهم إما من خلال تعاطيهم للمواد المخدرة. الأطفال بتعاطوا؟ لا، سن التعاطي كان عندنا 18 عام ثم نزل اليوم ل 17 عام بعدين نزل ل 15 عام الآن 13 عام ومراكز الأحداث عندنا موجودة. إذن الآن سن التعاطي بالأردن 13 سنة ممكن يتعاطى. نعم 13 سنة، فبالتالي وهي مسؤولية أيضا اليوم مش بس على الأهل وعلى المعلم وعلى المدرسة وعلى الكل. لا لا، هي منظومة متكاملة. طيب الآن هذا الخطر لما أنا بدي أجي أتحدث عن موضوع حساس مثل هذا، يعني هذا المخدر في مرحلة النمو عند الطفل قديش بيكون خطير جدا على موضوع جهازه العصبي ونمو الجهاز العصبي في المرحلة هذه. النقطة الأخرى واللي هي المهمة، موضوع توظيفهم في ترويج وتوزيع، في توزيع الاستلام وتسليم المخدرات وأثمانها. هذا الموضوع يعني صراحة أنا ما عندي عليه أي دليل. مدارسنا فيها؟ ما عندي عليه إنه أي معلومة. مدارسنا فيها؟ لا ما عندي معلومة ابدا اطلاقا، ولا يمكن انا اذا ما كانت عندي معلومه اكيد 100% ما بقدر اصرح فيها. الان في حالات في مدارسنا، في حالات في مدارسنا خارج اسوار المدرسه، لانه بسبب التسرب الطلابي معظم الحالات هم طلاب متسربين من المدارس. فبالتالي حتى نكون واضحين، في عندنا حالات مراكز الاحداث موجوده ومليئه، عندنا حالات التعاطي وحالات الاستلام والتسليم موجودين في مراكز الاحداث، لكن هل هذول كانوا على مقاعد الدراسه؟ هل كان الجرم داخل أسوار المدرسة؟ لا، كانوا كله خارج أسوار المدرسة. فبالتالي من الضروري أنه نفرق، الخطر موجود طيب. لكن بدنا نشتغل على موضوع التوعية سيدي. الجامعات في صح؟ في الجامعات في طبعا، يعني أصلاً الأرقام السنة للأسف. أسألك سؤال للأسف كثير مهم. هذا التقرير ما ذكرش موضوع الطلاب. بالعادة الأمن العام بيذكر أنه في عندي أنا 2% أو 3% من هذه القضايا من طلاب جامعات. طيب قديش إحنا عندنا؟ 3%. إن هذه الأرقام هي من طلاب جامعة. طيب بدي أسألك سؤال كثير مهم، اليوم إحنا سن التعاطي من 13 سنة إلى ما لا نهاية. لما لا نهاية؟ آه طبعًا، عندك متعاطين. في عندك عمره 80 سنة بتعاطى؟ طبعًا. خصوصًا الكحول. المواد طيب. المخدرة والكحول بالذات المخدرات التقليدية. الآن إحنا مشكلتنا الآن يا سيدي مش بالكبار بالعمر. مشكلتنا بالشباب. انا لما بيكون في عندي بقى يعني معلش لانه حلقتنا انت طلبت تكون بصراحه مو انا في عندي قصص اعطيني قصص هذه بالجمعيه الاردنيه لمكافحه المخدرات. والله انك تعطيني قصص لانه الناس لازم بتشوف. انا عندي قصص وبيجيني ناس لها بس ما مش راح اقدر احكي لانه اهل الاختصاص والبدون. احنا من ملفاتنا يا سيدي لما يعني احد القصص اللي انا تاثرت فيها، طلاب جامعه طب اسنان، طالب طب اسنان والسنة القادمة خريج، تم ضبطه مع أصدقائه. أبوه شخص وموظف محترم جدا ومرموق، والدته دكتورة في الجامعة. لما عرفوا تواصلوا معي، كانوا بيهددوا إنه هذا الشرطي اللي ألقى القبض على ابني أنا بدي أعمل فيه، بدي أسويه، بدي أرفع عليه القضية. يعني شوف تخيل ليش؟ لأنه واثق جدا في ابنه. وهذه أنا بدي القصة أحكيها للسادة المشاهدين حتى يسمعوا قديش كانوا واثقين في ابنهم دكتور الأسنان اللي على مقاعد التخرج الآن. لما جينا جلسنا معاه للشاب سألنا من متى بتتعاطى؟ قال من سنتين. أمه بدأت تبكي، تفاجأت تقول هذا مش ابني. وين أنا كنت خلال هذه العامين وهو بيتعاطى مع أصدقائه مع رفقة السوء؟ سنتين من التعاطي متتالية بدأت يا سيدي في حبة كبتاجون حتى أنه يدرس ساعات زيادة، وانتهت بالكريستال مرورا بالحشيش والحشيش الصناعي. جرب كوكتيل من أنواع المخدرات. العادة التعليل بالعرس شو بصير فيها؟ التعليل اللي في العرس يعني هذه المعلومات اللي بتيجي لما بيجوا السهرانين وبيظلوا يرقصوا للفجر بيقولوا بحطوا لنا بالشاي حبوب كبتاجون. ما هي هذه مشاهدات احنا بنشوفها يوميا في مجتمعنا. طيب الدكتور قال كلمه، الدكتور قال كلمه مهمه ما حلقت عليها، قال تفشي مش انتشار.
يعني المسميات هذه هو علم متخصص يا سيدي. ماشي بس انت تعرف شو الفرق بين التفشي؟ لا طبعا انا لما بدي اقول ظاهره، لما بدي اقول تفشي بدي اكون دقيق. احنا في المملكه الاردنيه الهاشميه عندنا المشكله، وانا ذكرت في بدايه حديثي انه المشكله فيها تزايد وفي عندي انتشار. معناته التوعيه لوحدها لا تكفي. لا تكفي الان، انا لما بدنا ايجاد حل طبي. ما انا بقول لك ليش الان، انا لو كانت عندي نسبه التعاطي، شوف مع التزايد اللي احنا ذكرناه قديش نسبه التعاطي عندنا، ما وصلت 1% من المجتمع الاردني. لما تتعدى 1% يعني بمعنى احنا 10 مليون، لما يصير في عندي 100,000، احنا الان بنحكي ب 23,000، اضربهم ثلاث. الشيء قلت لي هسه بطل نضربهم ثلاث، احنا بدنا نرجع. ما انت قلت لي اضربهم، انا قلت لك انا بدي اقول لك احنا بنحكي عن القضايا، عدد القضايا. اذا بدي احكي عن عدد الحالات، عدد الحالات بضرب 2 و3 و4. ماشي كمان. اسمح لي، ما هو انت لا تقول لي، ما هو انا لما بدي اعالج قضيه محدده انا ما بقدر اقول اروح حسب عدد القضايا. اليوم الكل بيعرف بكل العالم يا اخوان، مش بس بالاردن، بكل العالم اللي بتمسكه غير في تهريب، مستحيل انك تمنع التهريب بالمره. موجود انه البضاعه موجوده بالسوق، معناته احنا عندنا تفشي. لا يا سيدي، شوف كلمه تفشي لما بصير في عندي 10% من المجتمع يتعاطى المخدرات، وهذا بيحكي لنا انه بده يكون في عندي مليون متعاطي في الاردن، وهذا رقم ضخم. طيب، ولا يمكن انه انا اغامر بسمعه الاردن. معنا مليون الحمد لله، معنا مليون، بس عندنا اعداد، عندنا اعداد وبتزيد. وانا معترف انا اللي قلت لك الاعداد، وانا اللي صرحت لك عنها، وانا عامل دراسه استقصائيه من الموضوع من سنه 2000 لغايه الان بالارقام، حديثي ومحدثي. قديش الرقم بالاردن؟ احنا عندنا بمعدل 2000 شخص شهريا، 2000 شخص كل شهر، هذول بيتم ضبطهم في قضايا المخدرات، ذكور واناث. طبعا ذكورا واناثا. كيف بيتقسموا؟ من 1 إلى 6، من كل 6 ذكور في عندي أنثى. ماشي، وأعمارهم أعمار شباب؟ أعمارهم أعمار الشباب عندك من 18 عام لغاية 35 عام، وأكثرهم بتركزوا من 25 لل 35 عام اللي بقضايا المخدرات. إحنا مشكلتنا وين يا سيدي؟ مش بالمتعاطين. إحنا عندنا 2000 بالشهر، قلت له ولا بيوم 2000 بالشهر. يعني إحنا عندنا 24,000 متعاطي. 24,000 متعاطي طبعا سنوياً، وكل سنة بيزيدوا، وكل سنة قاعدين بيزيدوا، مكررين ولا غير مكررين. احنا زادت عندنا في 20، نزلت في 21 في فترة بعد كورونا، رجعت زادت نزلت في 22، رجعت زادت في 23، والمؤشرات. من الذي يتعاطى؟ من الذي يتعاطى؟ منك عامل دراسي، مين اللي بيتعاطى؟ اللي بيتعاطى هو شخص إما مغرر فيه، مش مغرر فيه، انا بدي اعطيك فئاتهم. هسه بتيجي على وضلك تقنع بي 6 أيام بتقول لي جرب هالحبة، ما بجربها. عشان هيك بتغرر فيك، بعطيك اياها بالقهوة. عشان هيك باجي بزين لك التعاطي، بقول لك خذ لك هالحبة بتخس يا أستاذ عامر. عشان هيك بيجوا للصبية، خذي هالحبة بتحسي. بيجوا للطالب الجامعة بيقولوا له خذ لك هالحبة بتصير الأول، بتدرس 10 ساعات. طب ما هو بأخذ هالحبة بخس، وإذا ما خس شو ثاني فيش براسه وعقل؟ بكون وقع في المصيد يا سيدي. الأولى على كم حبة أنت بتدمن بعد التعاطي؟ سنة؟ لابد إنه يكون حسب المعايير الطبية استخدام المادة لفترة لا تقل عن سنة كاملة، اللي هي 12. معلش أنا بدي أعرضه أنا في الميدان يا سيدي، عرضه. أنا من 2012 إحنا بنشتغل قضية الإدمان، ذكرها الدكتور في حديثه. أنا بحكي تعاطي، ما بحكي إدمان. ها خليك معي، ما هو الإدمان بعد ما جيته. ما هو أنا الآن بالتعاطي، أنا إذا بدي أصنفه مدمن بدي أشوف شو المراحل اللي بدي يمر فيها حتى يصير مدمن. التعاطي الآن لما بدي أحكي أنا سنة كاملة بتعاطي، أنا في عندي مواد مخدرة قوية على موضوع الإدمان مثل الكريستال ميث أو سينثيتك دراجز، كل المخدرات المصنعة قوية على إحداث الإدمان. الإدمان الهرويني يعني يعمل إدمان من الجرعة الأولى، أول ما أخذ جرعة الهروين أصبح مدمن ودخل في مستنقع الإدمان. حتى في موضوع الحشيش اللي يقول لك لازم بعد 4 و5 جرعات، أنا هذا اللي بحبش أحكي هذا الكلام. فكرة الإدمان مجرد ما أخذه وبدأ يشتغل على هدم المستقبلات للمسكنات الطبيعية اللي ربنا عز وجل أعطانا إياها، يا دكتور يا أخوي ما هو الإدمان مش من أول حبة. ما أنا ليش بقول لك أنا بدي أحارب التعاطي، لأنه التعاطي بالأردن أكثر من الإدمان. صحيح، وهو مرحلة من مراحل الإدمان. زي ما الله لا يسامحه البتاجر. أي أيوة والله، لأنه والله بتاجر أرواح ناس. لا بدي الدكتور يرد عليه. لا بس معلش بدي أقول لك على هذه. قل لي. يعني شغلة بسيطة، تصوير حقيقي للموضوع. أنا لو بدي أشوف سيارة عمرها 100 سنة ولا سيارة حديثة موديل 2024 وحطيتهم في سباق، مين بيوصل أول؟ الحديثة. طيب مين بيوصل بعد؟ القديمة. الاثنين رح يوصلوا لنفس النهاية. مش شرط اذا كان المخدر، مش شرط. لا انا بقول لك ممكن تخرب بصلحها. ماشي، طيب ماشي.
هي الفكرة في الموضوع أنه الانغراس الانغراس في التعاطي نهاية الإدمان. أكيد أنا معك، لا شك، لكن شو السرعة ومتى وكيف؟ أنا معك، أنا معك، بس الدكتور بتحب ترد عليه على المصطلح؟ أنا للأمانة أنا ما بدي يعني ينفهم كلامي دكتور طريفي موسى طريفي يعني شمل وأعطى معلومات ثرية وغنية. لم أقصد بكلمة تفشي هي الإساءة للمجتمع ولا الإساءة للناس، لا لا أكيد، ولا تقليلا، أعتذر تقليلا من كلمة تزايد، ولكن أنا ما رأيته في من مراجعين مشاهدات. نعم أنا الآن في زمان أول ما بلشت 2016-2017 يدخل علينا مريضين ثلاث، لما تيجي المريض تشتغلوا نتجمع عليه، لا لما يجي مريض سبستنسيال نيجي نتجمع نشوف إيش بأخذ ونعرف، الآن إحنا نتشكل فيهم مش ملحقين. الآن أنا باجي بقعد بيجيني مثلا 28 مريض، أكثر من 20 مريض يا كان يتعاطى يا مرض ناتج عن التعاطي يا جاي ياخذ من ما هو هذا. طيب أعطيك في أمراض تنتج عن التعاطي طبعاً. أنا بدي أعطيك تفسير مثل شو دكتور؟ الآن إحنا التعاطي، الآن عندما يصبح الإنسان متعاطيا هذه المواد الكيميائية تخرب المستقبلات العصبية داخل الدماغ. صحيح ماشي. فإحنا في عندنا كاتيجوريز أو مرض بنسميه اللي هو سوء استخدام المؤثرات العقلية الناتج عنه مرض عقلي. الآن شو هي الأمراض التي قد تنتج؟ استخدام ممكن يؤدي إلى الاكتئاب، خصوصا استخدام المنشطات الاكتئاب. نعم الآن ممكن يؤدي إلى القلق، الآن الأشياء الأسوأ ممكن يؤدي إلى الفصام العقلي اللي هو بالشارع ممكن يحكوا عنه هذا مسحور ولا مجنون. صحيح. ولا ممسوس. صحيح. هذا الفصام العقلي ببطل إيه. فإحنا والله زي ما حكى وتفضل الدكتور في طالب طب بدأت معاناته من حبة كابتاغون أو حتى أخذ هو ريتالين، هي مادة منشطة عشان يسهر عشان يدرس الامتحان عشان يدرس. فدخل في حالة فصام عقلي وإلى الآن يأخذ أدوية عشان يدرس، لا والله برصب في الامتحان وبعيده ولا إنه. طب هذا معلش بس بدي أعقب على شغله، لازم أطلع فاصل عقب بس بشكل سريع بدقيقة. يعني موضوع تزايد الزوار عيادات الطب النفسي هذه هدفها إساءة استخدام الأدوية، وكانت وعندنا مشكلة إحنا في الأردن ممكن نحكي عنها حلقة كاملة، موضوع إساءة استخدام الوصفات الطبية لما سكرت بوجههم القطاع الخاص لجأوا لعيادات وزارة الصحة حتى يحصلوا على هذه الأدوية النفسية بوصفات رسمية، وهذا بتم إساءة استخدامها إما بجرعة زائدة أو يأخذها بدون سبب، وهذه المشكلة الآن. الآن بعض الوصفات تباع وتشترى كأنها عملة نقدية، الوصف المرقم اللي من وزارة الصحة المراقبة الآن تباع وتشترى وكأنها عملة لكن نقدية. خفت لأن أنا عملت حلقة عنها. صحيح. وجبت الدفاتر وخفت، الآن الدفاتر بيطلعوها نقابة الأطباء. صحيح. أنا هاي مسؤول عنها الكلام وأنا لا لا، وإحنا شايفين نقابة الأطباء هي اللي بتعطي الدكتور اللي خصوصا الأطباء اللي اختصاص اللي بيعطوا هذه الأمراض. صحيح. اللي بيعطوا هذه العلاجات ولا تصرف إلا برقم، والرقم بيروح على النقابة ومن النقابة على الوزارة ويسأل الطبيب عنها. صحيح. إذا تم استخدامها، وإحنا بنطلب كمان الاستزادة من النقابة ومن الوزارة. حسنت. بعد الفاصل أكمل، تفضل بقائي معنا. هذا هسه بدنا نحكي عن الإدمان. أهلا بكم من جديد، جد ترحاب بضيفي، وأذهب الآن إلى الحديث الآخر. يعني إحنا بداية الحلقة النقاط هاي كلها اللي تحدث عنها الدكتور، التغير في السلوك، الإنعزال، أفكار الشيء بصير شكاك، كل هذه المواد رحين إن شاء الله نقطعها ونبثها عن طريق موقع التواصل الاجتماعي، كانت للمتعاطي. يعني كيف بدي أعرف إنه القبالي متعاطي ولا مش متعاطي؟ تخيلوا الآن بده يقول لنا كيف بدي أعرف المدمن. تفضل يا سيدي. الآن إحنا كما ذكرنا بداية عرفنا اصطلاحا هو الإدمان، وهذا ما هو ينطبق على المدمن. ماشي. عندما يصبح الإنسان لا يستطيع عمل أي شيء في حياته اليومية ولو كان بسيطا إلا بوجود هذا الإشي. الآن أنت بتلاقي شباب اليوم إذا نسي باكيت دخان في السيارة برجع بقدرش يروح. صحيح. يجرب أو هو ينسى هاتفه داخل المنزل ويطلع الشغل، لن يستطيع إكمال دوامه إلا يرجع. هذا هو الإدمان. الآن عندما يصبح هذا الشيء مهما كان، الهاتف، السيجارة، الأكل، لما يصبح هذا جزء لا يتجزأ من حياتك، يتغلغل، حتى تنام تأخذه، حتى تستطيع العمل تأخذه، حتى تأكل تأخذه، حتى تتفاعل مع الناس تأخذه، أصبح هنا يصبح هذا يسمى
إدمانا على المخدرات. نعم. اعكس لي على المخدرات الآن، كيف بدي أعرف أنه القبالي مدمن؟ الآن المعايير الطبية، هنا نأتي للمعايير الطبية. تفضل. اللي أنا ذكرتها. تفضل. الآن إحنا في البداية أول شيء أن استخدام المادة لفترة لا تقل عن سنة كاملة. ماشي. الآن هنا كان في تعليق أنه هل والله أنا مثلا إذا استخدمته مرة واحدة خلص بنفذ؟ لا يا صديقي، زي ما حكى الدكتور طريفي، الآن في هناك إحنا بنسمي عنا إشي اسمه psychological and physiological dependence، اللي هو الاعتمادية النفسية والجسدية. في عنا طبعا هذا في الناحية الطبية. في عنا إضافة إلى إنه التخريب اللي بيخربه المخدر، الآن حبة واحدة زي ما حكينا في طالب الطب، حبة واحدة كانت كفيلة أن تنهي حياة شخص وهو طالب طب، حبة واحدة. الآن فما بالك أنت هلا بيجي واحد بيحكي لك والله يا عمي انا بعرف واحد له 30 سنه، هذا ربنا ساترها عليه، ما صار معه مشكله. الان متى تظهر هذه الاعراض؟ متى يعني زي ما حكى الكوكايين مثلا اللي هو واحده من احدى المنشطات، من اكثر المواد التي عندما ياخذها الانسان يصبح بسرعه شره لانه يرجع ياخذها ويرجع يجربها مره ثانيه. شو اكثر شيء منتشر عندنا الان في العالم كله؟ اللي هو الحشيش. الحشيش على مستوى العالم الحشيش، يعني مع تطور وصول الكريستال ميث. نعم، في الاردن صحيح، بالاضافه للكبتاكو. 100% 100%. طيب تفضل. الان فاحنا وصلنا الى انه اول شيء بده يستخدم الماده هذا كمعايير طبيه، لان لا ينطبق. ممكن يجيني اقل، انا اعرف انه مدمن. نعم ممكن، يعني هذه معيار، لكن في حالات تستطيع أنت كطبيب من خلال خبرتك أن تخرج عن. ماشي. يعني دكتور أنت اليوم بتروح على مضافات، على أي تجمعات، بتكون قادر على تمييز إذا كان الشخص القبالي هذا مدمن أو لا؟ يعني هذه تحتاج إلى فراسة الطبيب للأمانة. يعني هناك علامات مثلاً زي مثل كيف الآن في إحنا عندنا علامات اللي بسموها العلامات السمية، عندما يتناول الشخص، زي لما تشوف واحد شارب الكحول حتى الثمال، بتلاقيه بتأرجح يمين وشمال، كلامه ثقيل. طيب ماشي. نعم، هذه علامات موجودة في كل دواء مثلا. شو علامات المدمن؟ وجهه بصير يعني. لا، مش علامات المدمن، هي تختلف حسب المادة اللي يأخذها. يعني إذا أخذ المنشطات اللي ذكرها، الكبتاجون، الريتالين، الكريستال ميث، الشبو، هذا بصير طاقة وبركض وبتلاقيه بيعرق ولا كأنه سائل عن حدا. أنت بتهلك وأنت بتحكي معاه وهو بتلاقيه بهالعرس رايح جاي وبقيم هالكراسي وبيشتغل عن مليون واحد. هذا مثلا المنشطات. بينما مثلا الحشيش تشتهر بأنه بتعمل إشي اسمه conjunctival injection، بصير العيون حمراء كأنك يعني راش فيه أحمر، لونه أحمر. هذا مثلا للحشيش، إضافة إلى أنه بصير في عنده ارتفاع في المزاج. الآن مثلا مريض بزهزه يعني؟ نعم بزهزه وبصير عيونه حمر. هذه من الأشياء اللي بتكون موجودة. حتى عيونه مثلا إذا أخذ كمية كبيرة ممكن البؤبؤ يتأثر بأنه يصير مثلا مغلق أو فاتح حسب المادة اللي بأخذها. الآن برضو إضافة مثلا أن الأفيونات اللي هي زي الهيروين والكذا، في عنا من العلامات المميزة للسمية اللي بسموها نودينج أوف فينومينا، اللي هي بأخذ هذا بنبسط بنام مباشرة، هذا بيرتخي مرة واحدة. هذه مثلا من العلامات المؤثرة لهذا. الآن في المستحضرات الطبية زي الأشياء اللي بيصنعوها هم الصليبة والبرازيني والكذا، اللي هي تسمى تحت صنف البنزودايزيبين، هذا عبارة عن مهدئات، تلاقي البني آدم هادي رايق ما في أي مشاكل، وبعد فترة من انتهاء وقت العمل تبع الدواء يصبح العكس، يصبح عصبي، يصبح مستثار، بصير يعرق، بصير تيجي نوبات من الخوف. اللي بأخذ حشيش بيضل يأكل كثيرة؟ اللي بأخذ حشيش بأكل كثير، واللي بأخذ منشطات بأكلش، بس لما يوقفه بصير يأكل. بتسد الشهية، عشان هيك هو قال لك بستخدموها للتخسيس. طب يعني طب أنا بسمع إنه بصير إشي حركة بسنانه، بصير بيرتجب بيفقد أسنانه. صحيح، بصير عنده فقدان للأسنان. لا قولونا خلي الناس تعرف. أنا بدي أقول لك بس أنا مبسوط لسرد الدكتور يعني بهذا الموضوع. أنا ما بدي أجاملك على الهواء، لكن مبسوط لسردك. لكن يعني في عندي ملاحظتين صغار عشان يعني أكمل بجوز فاته للدكتور. لما أنا بتحدث عن موضوع التعاطي إنه بيعطيني انبساط، بيعطيني قوة، بيشتغل عن 10، هذه اللي بسمعها المتلقي ممكن يفهمها غلط، ممكن يفهمها هذه فرصة إني أتعاطى. صحيح. لازم نذكر إنه في عنده حركة زيادة بس عنده نقص في التركيز. لازم نذكر إنه صار في عنده ارتفاع في المزاج لكن هذا مؤقت ووهمي،
بعدها بيدخل في دورة اكتئاب شديد. احنا لازم نقول له عشان اهله وقرايبه واصحابه انا ما بدي يسمع يعني يقعدوا معاه ويفيدوه ويقولوا له بتعمل غلط وروح تعالج. تمام. هلا الان انا كيف بدي اكتشف اول شيء عشان اوديه وانصحه واعرف انصحه؟ اول شغله يعني ذكر الدكتور اعراض التعاطي بشكل مفصل ودخل فيها لاعراض الادمان بشكل كبير، بس انا عندي اول شغله بقدر اكتشف فيها اللي امامي انه مدمن ولا لا لما انا بحرمه من الماده اللي بتعطاها. وانا شو عرفت انه مدمن يا عرفت انه مدمن؟ احنا الدكتور ذكر ما هو مجرد ما سيدي انا معك، انا لما اعرف انه مدمن بدي اعالجه، بس انا بدي اعرف الناس كلها تعرف اللي حواليها مين المدمن مين مش مدمن حتى تساعده يا اخي. والله عشان تساعده. العلامات الداله على الادمان اما شكليه واما سلوكيه. الدكتور ذكر، انا معلش بدي الخص بس بشكل مختلف العلامات اللي ذكرها. العلامات السلوكيه، تغير سلوكه، نظامه اليومي، وقت نومه، ساعات نومه، اصحابه، الشله الجديده، العصبيته، ممكن يكون عدواني في بعض الحالات، ممكن يكون يصبح شكاك. هذه تغيرات سلوكيه. وفي عندي تغيرات شكليه، هالات سوداء تحت العين، احمرار في العين، سقف الاسنان، ما ينتبهش لهندامه، الطلب الملح على المال من غير مبرر. هذه كلها إضاءات ممكن أنها تخلينا، وممكن تتطور لأنه يصير في عندي مفقودات في البيت، يبدأ يسرق من الشغلات اللي في البيت، ما صغر حجمه وغلى ثمنه، ببلش الأهل يصير في عندهم مفقودات في البيت مش عارفين مين راحوا، بصيروا يتذكروا مين زار. طيب بس بدي أسألك سؤال. نعم. اليوم هل الحل شو؟ أحسنت. الحل إن يقول لي توعية، لا تأخذ هذا ولا تأخذ ترافقنا من التوعية. خليك معي، إحنا طالبين ومكافحة المخدرات للأمانة. والله ما هم مقصرين، مش مقصرين. برامج التوعية اللي موجودة الآن، لكن لا أنا مش على برامج التوعية، على بيمسكوه هم والشباب على الحدود. يعني التوعية يعني هم بيشتغلوا على محاور عدة وانت سيد العارفين. لكن أنا بدي أحكي الآن على موضوع، لأنه هذا الموضوع مهم. إحنا كنا في اليونان الأسبوع الماضي، و 26/6 كان اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وتم إطلاق شعاره لهذا العام. شو هو الشعار هذا العام؟ إنه الأدلة واضحة لنستثمر في الوقاية. وهذا على فكرة شعار الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات، وتبنت الأمم المتحدة لأول مرة شعار أردني يتم تبنيه من 193 دولة، وهذا فخر للأردن وفخر لزميلات وزملائي في الجمعية. الله يعطيك العافية. لكن ليش أنا ذكرت هذا الموضوع؟ لأنه الوقاية ما زالت قادرة على أنها تحدث الفرق، انها تقلل الفاتوره العلاجيه، انها تقلل الفاتوره الاقتصاديه، انها تقلل الفاتوره الاجتماعيه. الفاتوره العلاجيه غاليه مرتفعه طبعا. ما هي الفاتوره العلاجيه غاليه، اذا انا اشتغلت بالوقايه بشكل صحيح 100% قديش بوفر على الدوله؟ لان انا في عندي مراكز، عندي كوادر وزاره الصحه اللي بيشتغلوا على كل مراكز المملكه من اقصى جنوبها لاقصى شمالها. هذه الفاتوره العلاجيه انا ممكن اني اخفضها عن الميزانيه. دخلك التجار. في عندي برامج وقائيه، خليني بس اكمل الجزئيه هذه. البرامج الوقائيه. شو هي البرامج الوقائيه؟ أيوة. مثل شو؟ هذه البرامج الوقائيه ما تقولوش الدخان يقتل. لا يجب العمل على تطويرها. مثل عامر اعطيني مثل شو؟ خطابنا التوعوي في الاردن باهت. طب اعطيني مثل شو؟ مثل شو اعطيني؟ لازم يكون في توظيف الرياضه والفن في توصيل الرسائل، لازم يكون في عندي توصيل رسائل غير تقليديه للفئه الحقيقيه المستهدفه، وبالاول بالاصل لازم يكون في عندي استهداف حقيقي للفئه الحقيقيه المستهدفه. ما بنفع انا اعمل برنامج توعيه لناس مثقفين، ما بنفع انا اعمل دائما مؤتمرات للناس اللي اصلا ما بدهم تثقيف. انا لازم انزل على الشارع، انزل على الميدان، انزل على المدارس، انزل على الميادين، انزل على ربات البيوت، على اولياء الامور، حتى اني اوصلهم رسائلي بشكل غير تقليدي. احنا الزمن يتطور. شو اللي خلاك تروح على سير جمعيه ايماني بالقضيه؟ انا صيدلاني بالاصل. بدا الموضوع باساءه استخدام الادويه، وكنت حريص جدا انا كصيدلاني انه انا ما ابيع دواء او عقار بس عشان أبيع. أنا ضد الموضوع هذا، أنا رجل علمي أكاديمي. فبالتالي بدأ الموضوع بالطريقة هذه. إساءة استخدام الأدوية كثير مهم، الوقاية ممكن، لكن شو الحل لما تتفشى عندي المشكلة على حسب قيمة ما بزبطش وقاية الآن. مع الوقاية لازم يكون في عندي برامج أخرى. ماشي. في آذار أخرى. كويس. في آذار الماضي أطلقت مديرية الأمن العام الاستراتيجية شباب أعطونيها الوطنية للوقاية من آفة المخدرات. صحيح. أعوام 2024 ل 2026 هدفت إلى حماية المجتمع، تحصين أبنائه، تعزيز
ثقافة مجتمعية ترفض تماما هذا النوع من السلوكيات والجرائم المتصلة به، شمول مؤسسات التربوية، مؤسسات المجتمع المدني في العمل على تعزيز المسؤولية المشتركة بين أطياف المجتمع كافة بدءا من الفرد والأسرة، تنفيذ أيضا عدد من الإجراءات الاجتماعية النفسية العلاجية الوقائية الرامية لخلق مجتمع رافض لفكرة المخدرات. أعود إلى سؤال دكتور، الفاتورة العلاجية مكلفة؟ نعم للأسف الأدوية النفسية غالية جدا. الآن أنا في عندي عدة نقاط، الآن السؤال اللي وجهته أنت للدكتور موسى أنا بفضل لو كمان أنا أجاوب. بتفضل طبعا. طبعا بس أي سؤال اللي وجهة نظر كيف أنا ممكن أحد؟ أنت بتحكي لي كويس كيف أحد؟ كويس الآن هذه التوعية سيدي، أنا قبل ما أوصل، ليش أنا أوصل لمرحلة التوعية؟ أنا خليني أبلش في مرحلة التعليم. إذا أنا لماذا لا أدخل مادة ممنهجة إلى مراحل هذا، أدخلها زي العربي زي الإنجليزي، هي المخدرات ومكافحتها بالمناهج. نعم كويس. حتى طبعاً إحنا وين مشكلتنا؟ مشكلتنا إنه الفضول هو الذي يدفع الشخص إنه يسرق. أجربه. هو الشخص ده يدفع الشخص إنه يعمل الأشياء الحرام مثل الزنا والمشروب والمخدرات ولا غيره، الفضول، لأنه هو يسمع إنه لا عيب، دير بالك، حرام، ممنوع كذا، فهو لا إراديا بصير يقول لك خليني أجرب أنا. خليني أنا بس والله يا دكتور بسمع سمعات. نعم. من وراء المدمنين هذولا، يعني سمعات أقول لك إشي ما بتقدر تحكيه. طبعا طبعا أنا ما يعني إحنا مرق علينا قصص، في منهم من يتباهى بالتعاطي. نعم نعم إحنا لا يعني اللي بتباهى بالتعاطي يا أخوي يروح بلغ الأمن العام عنه. ولكن إحنا إحنا ما بدنا صح هو مشكلة مجتمعية، ما بدنا يكون الموضوع كله ترهيب. والله أنا يعني أتمنى إنه هذا الشخص يكون بشاهدنا، في رجل كان متعاطي بطريقة يعني لا توصف، وهو وحيد أمه وأبوه، وكان مجننهم لدرجة أنه أمه كانت تتصل فيه مشان الله بس احكي معاه يكفينا شره. والله الآن من أفضل الشباب في منطقته، الحمد لله، بدأ الحمد في الصلاة لله. تزوج، اشتغل في منصب محترم. كيف بدأ علاجه دكتور؟ فقط هي ثقته في الطبيب. كان هو شو مشكلته اللي بده يتعالج؟ يترك التعاطي، بيروح على طبيب. إذا ما الطبيب قدر يغطيه بطريقة علمية صحيحة غالبا رح يرجع. هذا صحيح. واحد اثنين، وجود الدعم الاجتماعي، الأهل نفسهم. هو إحنا من أين نتج التعاطي؟ نتج التعاطي من عدم وجود الموانع العرفية والعائلية والدينية عند هذا الشخص. غالب المتعاطين ينشؤون من أسر متفككة، في مشاكل، الأب والأم ليس على وفق، بيجي الأم بتخبي عن الأب. صحيح. الأب لازم يكون بيعرف كل شيء، هي بتسمع انه ابنها عمل 1 2 3 بتبهدله بينه وبينها، وما في رقيب وما في حسيب. طيب. اضافه الى اني انا ادعو الى تغليظ العقوبه. انا لما يجيني واحد متعاطي، والله لو اول من اول مره لا من اول مره لو اول واحد اكلها ما حد عادها. طب بدي اسالك سؤال اليوم دكتور، هل هناك بعض من الاطباء ينظرون الى المتعاطي نظره؟ الان احنا يعني علمنا ودرسنا الى انه يجب ان تكون نظرتنا الى الشخص حياديه، لا يجوز، سواء كان يختلف عني في الدين، يختلف عني في العرق، يختلف عني. احنا سيدي ياتينا حالات شذوذ مش بس تعاطي، انت هذا لسه انا بكون اصعب تعاملي معه، ولكن يجب ان اكون حيادي في شذوذ. التعامل. شو شذوذ جنسي. ولكن يجب ان اكون انا حيادي معه، لا ما لازم اشعر انت بتعامله مريض، بعامله كمريض حتى ولو كان. شوف جزء الان هذول ينقسموا لقسمين، في ناس منهم ضحيه زي ما حكى الدكتور موسى، وفي ناس منهم لا هو بده يعمل هيك، وهذا المسار اللي اتخذه بملء إرادته، لذلك هذول نادر ما يجوك على العيادة. اللي بيجيك دائما إما ناتج عن ضغط أسري أو ضحية أو بيكون ضحية. طيب اليوم العلاج في القطاع العام أم في الخاص؟ اثنين على كفاءة عالية، ربنا الله إنه القطاع العام ما في أي تقصير، الكوادر الجهات يعني كلها بس بحاجة إلى كوادر ولكن أكبر. ولكن في عنا مثلا أنا ملاحظة بحكيها، مثلا أنت لو تيجي تدخل مريض على شفا بدران الآن بعد دقيقة من دخوله بيقول أنا بدي أطلع. ليش؟ قال حقوق الإنسان ممنوع، هذا لازم يتعالج بإرادته، فبيطلع بعد دقيقة من دخوله عادي ما في مشكلة، بيضيع وقت الكادر أكثر من ساعتين وهم شغالين. كيف ولا حقوق الإنسان؟ هذه قال بيقول لك. طب هذول تبعين حقوق الإنسان، قولوا البشر الثانيين هذول ممكن يعمل في معاهم مشكلة، هذاك مش إنسان. ما هو ما معروف. أقول لك شو الحل؟ بتتخذ بتقعد أكثر من ساعتين وتتأخذ منه حالة مرضية وبيستشير عليها الاستشاري والأخصائي. مين ببلغ حقوق الإنسان عنهم؟ لا مش ببلغ، هو هسه ما هو إذا ما رضينا وحبسناه وطلع شكا. يقول لك هذا حبسه حريته بدون إرادته. حقوق الإنسان لعناس وناس. الحل يا سيدي تفعيل قانون الصحة العامة مواد إلزامية العلاج. أنا في عندي في القانون إذا كان على مدمن على المخدرات، إذا ماشي. شكل ضرر على نفسه أو على الغير
في إلزامية للعلاج إن شاء الله. هذا المادة موجودة يا سيدي في قانون الصحة العامة. أنا سمعت دكتور 30 ثانية تفضل. سمعت دكتور موسى في مادة إنه إذا ذهب المريض إلى العلاج من التعاطي يسقط عنه الحق العام، مش هيك؟ لا أبدا. إذا ذهب هو من إرادته يتعالج. من إرادته. إذا ذهب للعلاج هو لا يساءل أصلا. لأنه لا توجد مساءلة قانونية، لأنه بحكي لك نص المادة في قانون العقوبات، من أتى من تلقاء نفسه طالبا العلاج يعفى من المساءلة القانونية. لو يزاد عليها نص صغير وإذا تراجع يعاقب. إحنا الآن نتمنى أن يصير في عندنا تعديلات على إن شاء الله، لأنه لو دفع حق تراجعه بإيدها. صحيح. شكرا جزيلا لضيفي دكتور عبد الله أبو دنون اختصاص الطب النفسي ومعالجة الإدمان، شكرا لك لحضورك. شكرا. أشكر نصورة الجميل الأردني مكافحة الإدمان موسى الطريف. شكرا جزيلا لك. دمتم بخير، تقيكم غدا، فإلى حين الله يجيرنا من المخدرات. كل التحية.